يأخذنا الحنين إلى الماضي حين كانت طياراتنا لا تدخل الكيان الصهيوني إلا لضربه، واليوم صارت شركة أردنية للطيران تفتخر جهاراً نهاراً بأنها نقلت ميسي محبوب العرب ومخلصه من براثن التخلف والتبعية إلى يافا المحتلة ليلعب مباراة كرة قدم على أرض مدينة تعرضت للتطهير العرقي. إن لم تخجلوا أنتم والطيارون من أنفسكم فاخجلوا من بسالة فراس العجلوني وموفق السلطي، تعلموا منهم كيف كانوا يطيرون فوق سماء فلسطين فيزيدهم الطيران سمواً، بينما كلما زاد طيرانكم فوق أراضينا المغتصبة زاد انحطاطكم. يا عيب الشوم.